احنا جينا في نفس الموعد، كلشي حاضر، نهضر المقيله والمقادير وديدات واصابع شاف بن صبر. واليوم دائما احنا راه الاشاره كعاده كل يوم اثنين واربعاء اجو شركوا الطعام، دائما وصفات تقليديه بسيطه عصريه سهله واقتصاديه وحتى كذلك عالميه علاش لا. مرحبا والف مرحبا دائما من خلال تواصلنا المباشر 0522 31 33 33، او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00. صعبت عليكم اي وصفه اليوم، حتارين شو توجدوا وليداتكم والاسر ديالكم وجبه ديال الغداء، باقي لا كتفكروا يلا كتحلوا الثلاجه كتقلبوا شنو عندكم المقادير والمواد. حنا دائما راه الاشاره شف كذلك غادي يعاونكم. شي صباح الخير. صباح الخير لاله، مرحبا بك. الحمد لله. واليوم عرفتي اش غادي نديروا اليوم؟ اليوم وصفات عالميه، غادي نسافروا ما بين ارض البلاد وغنخرجوا شويه من الحدود ياك، جيراننا قرب غادي نمشيو نطلعوا عليهم. ولكن نبقاو بالميزه ديالنا، نبقاو بالطابع المغربي. الطابع المغربي حنا غادي نسافروا لاسبانيا وغنسافروا لايطاليا ما شاء الله، وغادي ندوروا مع راساتنا ونتجولوا ياك. حنا في عطله. في عطله. ايوا في عطله خويا، نتساراو كيف بغينا. اليوم الشيف غادي يقترح علينا بستيله، بستيله ولكن بالطريقه الايطاليه. هذه عمري ما سمعتها، هذه اليوم غنكتشفوها مع شيف بن صبر، كيفاش هاد البسطيله اللي غتكون بالطريقه الايطاليه، وكيفاش كذلك هاد الاطباق اللي غيكونوا اسبانيا، خصوصا واحد يعني طبق مشهور عند الاسبان اللي هي الكاسويله، وخاصه مشهور الشمال. الشمال ما عارفينوا هاد القضيه ديال الكاسويله. الناس ديال المادور، ناس ديال الفنيدق، ناس ديال طنجه، معروف الطبق هذا ديال الكاسويله كيتسمى. شنو هي هاد الكاسويله؟ حنا غادي نعرفوا المقادير، نعرفوا الطريقه ديالها، كذلك حتى البايله معروفه. البايله غنهزوها من الكاسويله ان شاء الله. من الكاسويله ان شاء الله. البايا غادي نحضروها للطريقه المغربيه واسبانيه. فاليوم غادي نتبرعوا ان شاء الله مع شيف بن صبر، غادي ندوروا غنتساراو في هاد البلدان الرائعه ديال البحر الابيض المتوسط، غنمشيو للطليان وغنمشيو شويه اسبانيا ياك شيف. لكن واحد القضيه، اشنو الا مشينا للطليان؟ مشينا للطليان مثلا، نهضرنا في الطليان وشفنا شنو كاين في الطليان، لبسوا جليلبات ولا قفاطم، نبينوا التمغربيات ديالنا الحقيقية. هذا هو اللي كيبان. ما نمسخوش حنا بالقفطان ديالنا. ضروري. حنا اليوم على الطريقة المغربية، يعني هاد الأطباق صحيح هي عالمية، ولكن غادي نحولوها مع شيف بن صبر، غادي يحاول يبتكر لنا ويبدع ما شاء الله في هاد الأطباق، وغادي نديروها على الطريقة المغربية. شنو المقادير؟ شنو هي الطريقة؟ إن شاء الله تكونوا كيف ما العادة محضرين معنا وريقة وستيلو. أجو شركوا الطعام كيف ما العادة كل اثنين وأربعاء في مثل هاد المواعيد، من 10 ديال الصباح حتى 11 الصباح. فمرحبا وألف مرحبا، والدعوة عامة ياك اللي بغى يدوق هاد البسطيله ان شاء الله بالطريقه الايطاليه والكاسويله كذلك وحتى البايا. مرحبا بكم. شنو غنحتاج؟ علاش بغيتي نبداو؟ غنبداو بالبسطيله. بالبسطيله بالطريقه الايطاليه، ولكن علاش سميتها انا بالطريقه الايطاليه؟ علاش انا؟ هو اختراع، ماشي يعني خديته من شي كتاب ولا شي حاجه، هو هذا اختراع. كيبقاو فيه العيالات اللي ما كيعرفوش يورقوا. لا اله الا الله. ما كيعرفوش يجمعوا بسطيله. بسطيله. ما كيعرفوش يجمعوا بسطيله، عندهم مشكل كيفاش يجمعها، كيفاش يدير ليها. يطويها من ديك الطيه ديالها. الطيه ديالها قلت بلاتي. لا. كاين كيفاش. كاين حل. كاين حل، نعطيوها بطريقه عصريه وسهله في التحضير. يعني سهله في التحضير وسهله في الوقت. يعني دغيا كطيب دغيا كت. يا ريت اش منا ديال البسطيله غنديروا؟ الحوش شنو غتكون؟ فواكه البحر، فخوي دماغ، يعني هذه غتكون بحريه ان شاء الله. واكيد كنتكلموا في ايطاليا ونتكلموا اسبانيا غيكون بحر. ضروري ضروري. بيناتنا البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط معروف غني بالاسماك ما شاء الله، بالخيرات اللي عطى الله فيه. نبداو بالمقادير. نبداو بالمقادير. عندنا اول حاجه سمعنا بسطيله، ورقه ديال البسطيله. ورقه البسطيله. يعني ما فيها شك. عندنا لا الكروفيت، كالامار، ناخذ داك البولب، داك الاخطبوط، وشي حوت ابيض، فرخ مثلا اللي موجود عندنا في الدار او اللي موجود في السوق، ناخذ الفرخ، ناخذ لومبرين، المهم اللي لقينا في السوق من الحوت الابيض اللي يكون. اذا الكروفيت، القمرون، كالامار او سيبيا، ممكن نعوضوه الى لقينا ما كاين حتى مشكل، على حسب الجيب ديالكم. على حسب الجيب، يعني اغلب الاحيان كتكون سيبيا. اي حيت رخيصه شويه من الثمن. ناخذ حتى الاخطبوط، يعني بوب ممكن نقدروا نلقاوه. نلقاوه موجود. وقلنا الحوت الابيض، يعني اللي كيكون فيه اللحم شويه ابيض، ممكن تختاروا اي نوع كاين، ما كاين حتى مشكل. الفرق حتى هو يمشي. حتى الفرق حتى هو يمشي. هو اقتصادي شويه، كيكون نازل في الثمن. نعم. هادو المقادير ديال الحوت. المقادير ديال الحوت ديالنا، يعني وكنحتاجوا الفيرميسال شينواز. ضروري. الشعريه الصينيه. والتوابل. والتوابل ملحه. ملحه. بزار. بزار. تحميره. تحميره. الهريسه. الهريسه. داك او الفلفل السود. الهريسه. السودانيه. حيت هي شويه كتكون حاره. السودانيه. اييه.
اللذة ديالها في الحرورة ديالها. ناخذوا العصير الحامض. عصير الحامض ضروري. وجنجوم الفري سكينجبير فري. سكينجبير طري. إيه. وناخذوا الا كان سكينجبير فري ولا كان داك سكينجبير اللي كيتباع في لي سوبر مارشي ولا في سميتو داك شنو هو ثاني هذا لا 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 موجود اختار علينا موجود موجود غير هو تيكون سكينجبير فري ولكن مخلل ها كيكون مرقد مرقد يعني كيكون فيه الخل واخا حنا ما غنصعبوش ماركيتيوش حنا عندنا الجنجبير فري مع العصير ديال الحامض والطيره ديال الخل يعني سميتو قلنا القزبر والمعدنوس قزبر ومعدنوس ونزيدوا شويه ديال سميتو نديروا الحبق الحبق والزعتر والزعتر وشويه الكمون شويه الكمون غير الريحه ديال الكمون ماشي غير شويه ديال الكمون خلاص دابا الا كنا مثلا في يعني في مدن كبيره راه كيتباع هذا القوام ديال البايلم موجود ولا هذا البسطيله موجود البسطيله موجود نعم كيتباع نعم كيتباع كتلقى شاورما كتمشي مثلا عند العطار دابا العطار دابا المودرن اللي ولا كيتفنوا ما شاء الله على سميتو تقول لك اش بغيتي واش القوام ديال الحوت ولا القوام ديال اللحم ولا القوام ديال كذا كيجمعهم لك ديال القوام ديال بسطيله الحوت راه كاين راه كيتباع الا بغيتو تقلبوا عليه واخ ما كانش ممكن نقدروا غير بهذا راه حتى الطيبه والمرق نحتاج لا كريم فريش ضروري اييه جديده هذه لا كريم فريش لا كريم فريش نحتاج واحد جوج ديال البيضات جوج بيضات ونحتاج ولا لا فخوماج اش من نوع الفخوماج كاين عندنا الفخوماج الاحمر عادي ونقدر نستعمل داك الفخوماج بلون يعني الجبن الجبن الابيض الجبن الابيض او ناخذهم بجوج مثلا ناخذهم بجوج نقدروا ناخذهم بجوج اذا قلنا الفخوماج ممكن على حسب امكانياتي الا ما لقيتش هذا الفرماج الابيض وراه ممكن غير هذا ديال الحليب راه ناخذوا الفخوماج لا لا تقدر تاخذ الفخوماج عادي يعني حتى الفخوماج بلون داك 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 الجبن اللي كيتباع طبيعي طبيعي حتى هو مزيان وممكن كذلك حتى الفرماج الاحمر ما كاين حتى مشكل اييه صافي صافي هذه المقادير هذه غنيه شويه المقادير الطريقه ديال التحضير ومهم نعاود المقادير باش العيالات يقيدوا معنا تفضلي ما نعاودوش عاوتاني الوصفه اكثر من مره قلنا هاد المقادير طريقه ديال البسطيله اليوم حنا غادي نسافروا لطاليان يعني الطريقه الايطاليه ولكن كذلك حتى باللمسه المغربيه حتى هي اللمسه المغربيه انا بغيت نمشي اخويا بلادي باقي مش داير الطياره يلاه غنطلعوا دابا ما نسافر اخويا نمشي ايطاليا الطريقه الايطاليه وطريقه كذلك المغربيه غادي ناخذوا المقادير اكيد لما كنقولوا بسطيله ورقه ديال البسطيله ضروري غناخذوا في الحشوه ديالنا اولا العماره ديال هاد البسطيله شنو غادي نعمروا غادي ناخذوا اكيد فواكه البحر كنا غناخذوا الكروفات ولا الكمون غادي ناخذوا الكالامار ولا سيمبيا ولا شنو اللي عندكم ممكن ايضا حتى الاخطبوط اولا البولب ممكن كذلك حتى الحوت الابيض يعني الهبره ديال الحوت الابيض خالي من الشوك خالي كذلك من الحسكه والجلده ناخذوا الفرخ مثلا ناخذوا اي نوع اخر قلنا ديال الحوت الابيض على حسب الامكانيات على حسب الامكانيات غناخذوا فيرميسال اولا شعريه صينيه في التوابل ديالنا ولا العطريه غنحتاجوا الملح بزار تحميره حلوه الهريسه عصير حامضه سكينجبير طري او الاختراع سكينجبير طري المخلل هذه جديده غادي نقلبوا عليها قزبر ومعدنوس حبق زعتر كمون ولا كريم فريش غادي نحتاجوا كذلك الاضافات او اللمسه ديال الشاف ديالنا جوج بيضات الفرماج غادي ناخذوا ما بين يا اما الفرماج الابيض والاحمر او نكتفيوا فقط غير بالفرماج الاحمر هذا على حسب الامكانيات ما نسيت حاجه لا ما نسيتي والو يلا شنو الطريقه قلنا هذا جميعا هذا جميعا حسن جدا حسن جدا انا دابا مقيده مع ها نعم كاين عندنا واحد المرق ديال السمك اللي كنا هضرنا عليه شحال هذا كناخذ داك الكروفيت اللي عندنا داك الكشيره ديال الكروفيت هذا كنصوبوا داك المرق ديالنا هذاك المرق مهم 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 بزاف يكون عندنا في الكوزينه وخاصه في البريباراسيون علاش لان هذاك المرق ملي غيسخن ياك وغادي مثلا نقدر نسلق فيه مثلا حتى داك الفيرميسال الفيرميسال انا دي اختراع ديالي انا كنديرها علاش تسلقوا فيه الفيرميسال تسلقوا فيه الفيرميسال كياخذ ديك الطيبه ديال الحوت كياخذ ديك الطيبه ديال الحوت وخاصه مع تيكون من السم ما فيه ليغوم اروماتيك فيه ورقه سيدنا موسى فيه كذا فيه الاعشاب وكذا يعني مزيان المذاق يختلف والله حتى كيختلف معلوم معلوم بحال اللي درت كميه كبيره ديال الحوت وخا انت درتي الايام راه عشوي ديال الحوت ولكن ملي كتاخذ القشور ديال الكروفيت تاخذي داك لي ديشي ديال الكالامار ولا كذا وتسلقيهم وتصوبي واحد مرق ديال السمك وغادي تسلقي به الفيرميسال راه بحال كل حوت راه كتاكلي داك الفيرميسال كتقول كتقول كتجهد المذاق ديال الحوت من بعد ملي سلقنا داك الكروفات نسلقوا لينا يسمحوا لينا السيدات مساك الحوامي اللي حنا كنتكلموا معاهم في الصباح حنا كنشهيوهم في البسطيله اليوم ديال الحوت لا لا غير الراجل غيتشطع عليه غيدخل الجبد
سمعت في اذاعه ام اف ام اليوم بصله ديال الحوت غادي نديرها سيرجيما لا ما تسناش صايبه ما علينا من بعد ملي كنسلقوا الكرافه داك الفواكه البحر ديالنا كنسلقوا الفيرميسال كنصوبوا هاد لا مارينا نشرموله اييه واخا كلمه تشرميل ولات خايبه في هذا الوقت المهم الصلصه او هاد لامارينات لامارينات نقولوا الطريقه مودرن كنشدو هاد لامارينات هادي وكان هي مليحه مزيره كذا كنجمعها كامله في واحد الاناء اش يقول لي نعم لا ثوما ما بانتليش انا بلاتي كاينه ولا كاينه ثوما لا كاينه ثوما ولكن غنعطي واحد الطريقه اخرى مابغيش نجبدها دابا ولكن غنعطي واحد الطريقه بحال قلتي نوطا بيني يا سلام فهمتيني نعطيك كل سؤال عندك جواب لا ضروري يلا هذيك نوطا بيني هذيك هي الاخرى هذاك هو السر فهمتي هذاك هو السر اييه بون من بعد ملي كان نخلط هاد المارينات هادي فهمتي كنخلطها كان نشرمل فيها داك السمك من بعد ملي سلقت الفيرميسال حتى هو كنجمعو حتى هو كنشرملو في هاد المارينات مزيان ملي كنشرملو كنخليه ابار والورقه هنا الحوت ديالنا واش خضر الحوت راه مسلوق قلنا مسلوق فداك المرق عاوتاني المرق الحوت ديالنا راه مسلوق وحنا عاد كنسموه بهذا الشكل نعم وهذاك المرق حتى هو راه تسلقنا فيه الفيرميسال يعني شنو كلشي طيب عندنا كلشي طيب دابا يعني سلقنا هذاك الشيء حطينا ابار سلقنا الفيرميسال قطعناها حتى هي حيت غتكون سميتو راه خصها تقطع شي شويه كنخلطها مع اللي فخوي دماغ وكنخليها ابار كنزيد عليها داك الشرموله ملي كنشرملها وداك الشيء كنزيد عليها حتى الشرموله كنزيد نخليها ترقد ايه مزيان مش غدا معايا في غدا معاك مزيان عندنا مهم رقدنا كنشدو سميتو الجبن يعني ديجا عندنا الفرماج الحمر محكوك حكيناه ولا الموتزاريلا ولا كذا اي فرماج يكون عندنا خليناه ابار محكوك ابار عندنا الفرماج بلو مع لا كريم فريش ومع البيض كنشد البيض كنديرو في اناء كنخوي في اناء يعني هذه الاضافه ولمسه جديده للشاف كنبداو ناخذ البيض ناخذ جوج بيضات مع الجبن الابيض داك الجبن الابيض حتى هو كان معكو معاه مع داك البيض مزيان خلطوه مزيان عندنا لا كريم دابا نوطا بيني هي الثومه ياك كنشدو هذيك الثومه كنشدو واحد الدرس ديال الثومه ماشي كنشدو المهم الثومه مزيان راس ديال الثومه يعني راس راس ديال كنقطعها كن سميتو كنطحنها اما نطحنها في مولينكس مع لا كريم ويا اما نشدها كنمعسها مزيان ياك وكندير عليها واحد الملحه داك سالفين داك الملحه الرقيقه ومدنها الشيفيه كنخليها حتى كتولي كريمه في يدي يعني تولي اشكل كريمه نهرسوها مزيان نهرسوها مزيان ولا نخلطها مع في مولينكس مع لا كريم اييه أبو ديال لاكريم مثلا ديال مثلا 120 غرام ولا شوش حال ندورها عندي في الحاله وتولي لي كريم الحاله كتولي كريم أيه؟ يعني ملي كنطحنها مع الثومه يعني حتى لاكريم كتولي شاده داك سميتو داك المذاق ديال الثومه من بعد كنشد الورقه ديال البسطيله اييه كنحلها كندير واحد دخلنا المعقول دابا الطريقه اللي سميتو كنشدو لك داك الاناء اللي غيدخل فيه الفرق بعدا سؤالي كيكون هو ديما الورقه تنقول واش الورقه الملسه ولا الورقه الحرشه اللي كتكون في الاول باش كنبداو اه لا الورقه الحرشه الورقه الحرشه هي الاولى فهمتيني الورقه الحرشه مثلا سميتو كاين واحد الطريقه اخرى يا اما نشدها وندخلها كاين اللي كيقليها كاين اللي كيدخلها الفران كاين هذا اللي مثلا اللي كي شنو نقول غير كيحط مثلا في المونتاج او في التحضير او في التزيين كاين ما كيدير لا كريم لا والو هذه لا كريم لا الجبن لا حتى شي حاجه كاين غير شد كيقليها ياك كيقليها كيحط مثلا يعني مثلا يعني ورقه كيدير ديك الحشوه كيزيد ورقه فوق منها كيدير الحشوه كيدير شويه ديال كيدير شويه الفخوماج من الفوق ياك ويحطها في سلاموند هذه طريقه اخرى مثلا هذه طريقه اخرى طبقات بحال الفوي يعني ورقه ورقه ولا القطيفه اللي كناكلو اللي كتكون ديال لا كريم باتيسيير ها نعم وكسميتو كيدخلها كيدير لها الفخوماج من الفوق كيدير في السلاموند كيهبط على داك السلاموند كيخليها تتكراتينا داك الفخوماج من الفوق
صافي. ولكن ديجا ولكن ديجا الورقه اما قلاها ولا دارها في فران. لا احنا غنديروا الطريقه البلديه ديال الطريقه البلديه التوراق. لا ما غنديروش الطريقه البلديه ديال التوراق. احنا ما غنورقوش. شنو غندير؟ احنا غنشدوا بشكل لازاني. هنا في ولينا في ايطاليا. احنا ولينا في ايطاليا دابا بشكل لازاني. من بعد عندنا لاكريم كنا طحناها مع الثومه خلط غنخلطوها مع داك الجبن والبيض مزيان. الحشوه ديالنا ديجا بريباريناها طيبه واجده شرملناها بالاعشاب داك التوابل كامله شرملناها مزيان. كنشد داك الغافي اللي غيدخل الفران ايه نحط الورقه الاولى ياك الورقه شنو غنقطعوها على شكل مربعات شكل داك الغافي ولا شكل غتاخذ الاناء اللي غنديروه الاناء اللي غتاخذ كان اناء داير كنديرها شكل داير كناخذ ديك الورقه سميتو كنشكل مثلا سميتو مستطيل كنقطعها على شكل مستطيل ولا كنصيبها على شكل مستطيل كتاخذ الشكل ديال الاناء اللي غندخلو للفران. هنا كنقدر نستعمل ديك الورقه ديال الروز الورقه ديال اللي ممكن هذيك احسن فهمتي ماشي الورقه اللي غنصيبو اللي كتصيب الزنقه شويه كتكون مرخيه هذيك هي ديال التوراق هذه ديال انها كتجمع اما الورقه الاخرى ديال الرقيقه وقاصحه شي شويه هذيك اللي كنقدر نستعملها في هذا البلا هذه كناخذها مثلا من السوبر مارشي كذا في الميكا ديالها هذه كنحيد لها الميكا وكنخليها هذه ابا مزيان عفوا كنش داك الغافي داك اللي غيدخل الفران كنحط الورقه الاولى كنحط ديك الحشوه كنشد ديك لاكريم والجبن والبيض كنسقيه كنسقيبي من سميتو كندير الفخوماج كنعاود ندير حشوه اخرى ندير ورقه اخرى كنعاود ندير نفس الحشوه ياك كنسقيه بهذاك لاكريم والفخوماج بلون البيض مزيان غادا معايا مزيان ها نعم كندير الحشوه كندير الورقه الاخرى الثالثه كندير الورقه الاخرى الثالثه كنزيد ندير الفخوماج ياك وكنحاول نغطيها بهذاك بهذاك لاكريم ديك لاكريم اللي بقات ليا ديك لاكريم والفرماج والبي مزيان كنغطيها من بعد كندخلها الفران بصحة وراحة يا سلام يعني كتجي عاقدة كتجي كريمي فيها الفرماج فيها التوابل فيها لوغو ديال الحوت يا شيف تبارك الله عليك ما فيها لا عذاب لا محنة ما كاين حتى شي حاجة أخرى جديدة هذه طريقة مبتكرة ياك على البسطيله ديالنا العاديه اللي فيها الطي واللي فيها بزاف ديال التراق وخصني بزاف الورقه هذه سهله مهله هذه الطريقه بحال شكل لازان دابا اللي غيسمع هذه لازان ملي غطيب غتقطع هكا غتقطعها وغتجي غتجي بحال شكل ميف يعني غتجي كتجي مقاده غتجي طبقات الا كانت عندنا عراضه ولا كانت عندنا مثلا مناسبه شي الناس غيجيو يتغداو غيتعشاو كاين ما افضل غتحطها بشكل حيت ما دايراش هذا الوقت ما كايناش غادي نفتخروا نحن بدعنا شي حاجه جديده وقت هذاك الوقت ديال الوقت شحال كتفرح المرأة اللي كتكون كتحضر شي وجبه مثلا جديده تيسولوا عليها شنو كيدرتي لها كيف صوبتيها كيف المقادير وسهل سهل 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 في التحضير بزاف يعني ما كتاخذش واحد ما كتاخذش واحد ميم با واحد لا انا كنهلئك عليها ساعه كنتظر شي طريقه اخرى ولا مثلا شي طي اخر ما انت ما شاء الله سهله مهله غادي نراجعين احنا مع الاطباق العالميه اليوم باقي السفر ديالنا غادي صافي جمعنا الحقائب والشنطات صافي صافي دابا كنا في ايطاليا دابا غندوزو لاسبانيا دابا غنمشيو لاسبانيا غنضربو دويره في اسبانيا غادي نمشيو نعطيكم الكاسويله شنو هي هذا البلا هذا ديال الكاسويله غادي نعطيو كذلك البايلا او البايا كيفاش تتحضر بالطريقه اللي داخله فيها حتى مغربيه ديالنا ومقادير اخرى اللي كنتو دائما نحن راه الاشاره والاستماع الا بغيتيو اي وصفات على ارقامنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00 رجعين بعد فاصل رجعنا معكم مستمعاتي مستمعينا ان شاء الله تكونوا مستمتعين معنا باجواء اجن شركوا الطعام على امواج اذاعتكم ام اف ام كل يوم اثنين واربعاء مع شيف بن صبر طريقه ديال البسطيله اليوم طريقه جديده مبتكره وخفيفه وسهله واقتصاديه حتى علاش في الجهد وفي التعب اما المقادير تبارك الله راه ماشي اقتصادي ياك فمن ايطاليا غادي نمشيو اسبانيا دابا غادي نمشيو نسافروا غادي نعرفوا بهذا الطبق ديال الكاسويله شنو هو شنو المقادير ديالو كيفاش داير شنو المذاق ديالو اللي فيه واش فيه حوت ما فيهش حوت لا فيه حوت فيه حوت وحنا ملي كنقولوا اسبانيا راه كنقولوا الحوت ضروري انا ضروري مكالمات المستمعات والمستمعين اجوا شاركوا التعامل قولوا الو السلام عليكم الو صباح الخير لالا صباح الخير لالا كنشكركم بزاف على هذا البرنامج لانه فادنا بزاف سيرتو في هذه الوقيته ديال بليس كل حال كنوعوا بزاف الاطباق مرحبا لالا مرحبا بك ميرسي لالا بيان وكنشكر الشيف غير بغيت نسولو دابا على هاد البسطيلة اللي دار بالنسبة للورقة حيت هذيك الورقة أنا نورمالمون تنخدم بها في
البريوات ديال الشينواز وداكشي. أيه. ولكن جاتني غريبه هاد القضيه ديالها في البسطيله، غادي تجي غزاله من طبيعه الحال من يديه. يعطيك الخير. غير بغيت نسولك واش ديجا غادا نرقد هذيك الورقه في الماء كيف ما مولفه بالنسبه للبريوات، ولا نديرها هكا من البلاستيك للطبق؟ هي واش رقدوها في الماء؟ لا لا ما رقدوهاش الماء. لا ما رقدوهاش الماء. علاش؟ لان غنديروها في البسطيله نيشان. علاش؟ لان اصلا البسطيله اشنو فيها؟ البسطيله هذه الطريقه هذه اللي عطيناها جديده هي فيها لا كريم وفيها جبن وفيها كذا، ديجا لا كريم ليكيد غادي ترطب. فهمتيني؟ يعني غادي ترطبها ملي غادي تدخل الفران عاود ثاني، كتجي ملي كتجي كروسيون عاود ثاني في الفران، ديجا كتكون ديك الورقه شاده ذاك الكونسيستونس كريمي. فهمتيني؟ يعني واخده ذاك لا كريم. اما باش غتقضيها في الماء وتعاودي ديريها مثلا في لا كريم وداك الشيء، غتجي ميه، غادي غتشرب الماء ولا غتدخل الفرن غتلقاك الماء. ايوه. بحال ما درنا والو. بحال ما درنا حتى شي حاجه. بالصحه والراحه لله. شكرا لله سميه. شكرا لك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا. شتي والمستمعات راهم تحمست لاطباق جديده. ضروري. شتي كنبغيو شويه حتى في الكوزينه وديال وجبه اليوم ما ناكلوهاش عاوتاني غدا وحنا غاديين. نمشيو لهاد الكسويله، شنو هي؟ كسويله هي مجموعه ديال الاسماك. نقدروا ناخذوا كاع الاسماك اللي كاينين في السوق، ماشي ناخذوها كامله ولكن هادشي يبان لي الناس كت مجموعه ديال الاسماك هي فيها اللي في خوي دماغ. يعني الكروفيت، كالامار، البولب، يعني سميتو الاخطبوط والقمرون وداك الحبار. كنديروا حوت ابيض. كناخذوا اما الفيلي ديال الميرنو. اما كناخذوا اللي فيلي ديال السول، عندك السول الكبير. يا اما ناخذوا، المهم عندنا اي حوت بيض، عندنا اي حوت بيض عندي في السوق ولا عندي في الدار نستعمله بحال شكل عادي بحال غنصوب بايله. من بعد كندير واحد المرق كيف ما قلنا، المرق ديال سميتو المرق ديال السمك، يكون عندي ابار. مزيان. كنحتاجوا للتوابل. انا هاد الكسويله نقدر، الكسويله كتعجبني نصيبها بسميتو يعني غير ب تنقول بالاعشاب. كنستعمل غير الملح والبزار وشويه ديال الفلفله السودانيه وكنزيد على الاعشاب، يعني بحال مثلا الزعتر، الحباق، ليستخاغو، نقدر ندير فيها لانيت حتى هي وداك الشيء. يعني كنبغي مزيج ديال الاعشاب اللي تقدر هي كتقوي المناعه. مزيان. كنشد هاد سميتو هاد مثلا الكروفيت، الكالامار، الحوت بيض، داكشي كنكون ديجا مقطع مغسول مقاد. كناخد واحد شويه ديال سميتو شويه ديال الزبده، كندير في واحد البويل اللي كتدخل بحال شكل البايله. هذاك البويل ديال البايله كندير شويه الزبده كنخليها كتذوب، كنلوح بصيله ولا ليزي شالوت. كناخذ ليزي شالوت ولا البورو، من الاحسن ناخذ البورو. كناخذ البورو كنهشيه مزيان مع الثومه، ثومه مزيان. كنشد ديك الزبده كتذوب، كنلوح فيها البصله داك البورو وكنلوح الثومه كنشحرو. ملي كنشحرو كندير شويه العصير ديال الحامض. وكندير المرق ديال داك السمك. وضعنا الحوت ولا مازال؟ باقي ما حطينا الحوت. باقي ما حطيناش الحوت. اذا الحوت ما يتقلاش في هادشي؟ لا ما يتقلاش، هو في هادشي. كندير المرق ديال السمك. ملي كندير المرق ديال السمك كنخليه شويه كطلع ديك الغليه. كنلوح ملحه بزار وكنلوح ليزر. نقدر ندير شويه القزبر حتى هو. من بعد كنحط الحوت الابيض. كنحط الحوت الابيض، الكالامار. كنخليه كي شويه كيطلع ديك الغاليه بحال كنسلقوا في هذاك الماء. كنسلقوا في هذاك الماء ياك، كنخليه شويه تكي بدل لا كولور ديالو، كنحس به بانه بدا كيغير. طيب كنلوح الكروفيت من الفوق. يعني الكروفيت كيبقى هو اخر ما يكون اخر. كنلوح داك الكروفيت وكنلوح سميتو كنلوح الاعشاب. اعشاب من الفوق مثلا قزبر وكذا. كندير قطريفات ديال الحامض من الفوق ياك، وكندخلها الفران. كندخل الفران مدة ديال 5 ديال الدقائق، 7 ديال الدقائق، 10 ديال الدقائق، كاع الا كثرت 10 ديال الدقائق. كنخرجها، كنخلي حتى داك الماء، داك حتى داك الماء غادي يتبخر، غادي ينشف. غادي يخلي لي غير داك الصلصه داك الحوت اللي طالقها،
وداك الماء اللي غيزيد كونسونطرا فهمتيني مع داك المذاق ديال الحوت مع الاعشاب مع كذا بصحه وراحه. يا سلام. هذا طبق تقليدي عند الاسبان واللي ما كتعرفش دير الكاسرولة بحال ما كاين والو بحال بحال البايلا ولا الباي هي بحال بحال البايلا غير وكان ما كيداش الروز يعني هذه ما فيهاش الروز ما فيها لا روز لا والو. هنا الا درنا الروز غنزيدو يعني نديرو التوابل غنزيدو ديك التوابل فهمتيني هذه بحال اللي كندوقوا المذاق ديال السمك ولكن بطريقه مغايره تناخذوا بطريقه صحيه اكثر وما تاخذش وقت بزاف. حنا قلنا خليط ممكن كوكتيل ديال الفواكه ديال البحر ممكن ناخذوا ديال الحوت الابيض ميرلون عندكم الصول اي حاجه ممكنه على حسب الامكانيات وعلى حسب شحال في جهتكم ومقدركم تاخذوا. نقدر مثلا ناخذ هذاك الباجو الصغير الباجو الصغير ناخذوا مثلا من السوق ترخيص بزاف نقدر نفيليه نعطيه مول الحوت اللي غنشري من عنده الله يرحمه والدين فيليه ليا حيد منه السلسول هذاك السلسول ديال ذاك الباجو غنشدو غنصوب به مرق وسميتو عندي الفيلي ديال 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 الباجو. الله وخلاص انا خير بلادنا الحمد لله كاين وموجود كثير في المدن الساحليه كيكون الحوت احيانا غير باطل يعني رخيص ممكن يستافدوا في عوض ما كنديروا غير طاجين عادي ولا ذاك الطيب ديالنا العادي قدروا نتفنوا نقدروا مثلا نبدعوا ونغيروا في المذاقات لان هذا صحي وانا عجبني طريقه خفيفه. قلنا كناخذوا غير ايما البواغو اللي هو البورو او البصل الصغير اذا شالوت ممكن كيجي مع ذاك البصيلر الغزال كيجي لان حلوه في الطيبه وتتلددنا هذا المذاق كامل. تناخذوا قلنا كنقليو في ديك المقله اللي كتكون خاصه ديال البايلا كتكون غارقه شويه غارقه شويه كندير فيها الزبده شويه الزبده تويمه ثومه مع عصير الحامض وتنديروا هادشي كله تيتشحر تنضيفوا داك المرق ديال السمك ديالنا وتنخليو غير تتغلى تطلع فيها ديك الغليه مزيان تنضيفوا شنو نقدروا مثلا في هذا البلا هذا نقدروا نزيدوا فيه مثلا الفلفله ممكن لونو لونو الفلفله بالالوان الا بغينا الالوان حتى هي نشحرانيت مع ديك البصله وكذا سميتو رائع حتى هي تقدر تزيد تعطي واحد لك واحد الكولور يعني تقدر سميتو كتغيرنا في الطبق كتغير في الطبق والاعشاب المناسبه ما كاين ما افضل كتماشى مع الحوت ممكن تعطينا الطيبه وتعطينا المذاق ويا سلام يعني فوا ديك العطريه ديالنا العاديه ممكن نغيروها. الطريقه ديال الطياب كيف ما لاحظتوا ما فيهاش بزاف ديال الوقت يعني ممكن 7 دقائق حتى 10 دقائق وهذا كنحافظوا على القيمه الغذائيه ديال السمك. يعطيك الصحه شيف. شنو جديد غادي يكون في البايلا ولا البايا؟ في البايلا غنحتفظوا بالكاسويلا يعني غنحتفظوا بهذيك الكاسويلا نفس القاعده يمكن نفس الطريقه نفس الطريقه غير هي نحيد الحوت البيض نحاول ما نديروش في الاول ما بغا ندير مثلا الكالامار كذا ذاك الاخطبوط حيت هادو غياخذوا وقت شويه خطير غياخذوا وقت في الطياب اما الكروزات راه في ساعتين يعني ملي كندير الماء وداك الشيء ديجا كندير مثلا يمكن اتصال ولا يمكن كاين اتصال انت كمل الطريقه ماشي مشكل ما معنا مكالمه. الو صباح الخير. صباح الخير اختي سميه. صباح النور لاله مرحبا بك. يا لاله لاباس الله يبارك فيك الحمد لله. حييك اختي سميه وتنحيي الشاب بن صابر. يعطيك الخير لاله شكرا. كنشكركم اختي سميه. انا عندي واحد الطلب كاين واحد اللي هذا الصول كاين واحد الصول فيلي كناخذو في الستوغا كيكون بواحد لاصوص بيضاء وفيه غير شويش ديال لاتوم قصابي. لا سيبولات. كيديرو ما عرفتش الطريقه ديالو كيعجبني بزاف. الله. وي وي وي. اليوم خاصة السمك اليوم بين المستمعات متعطشات اليوم السمك. ايوا اللي كنتصل ما كيشدش. مرحبا مرحبا لاله الله يخطيك شكرا لك بزاف واكيد ان شاء الله شاف غادي يعطينا هالطريقه. صباحكم مبروك. صباحكم مبروك لاله الله يخطيك. هذا اتصول فعلا كيتقدم في المطاعم. كيتقدم في المطاعم. رائع جدا. الاسم ديالو في طرف لساني نسيت على الاسم ديالو هو كيفكم صوص بيضاء. صوص بيضاء. كيدير فيها حتى لا سيبولات. سيبولات عرفت وداك السول داك الفيلي دو سول كيكون رولي كتكون سميتو ولا كارنيتور ديالها كيدير لها البوم دو تير اي ممكن. ممكن 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 حنا غادي نعطيوها الطريقه ان شاء الله كيفاش ممكن تتمتع بهذا السول هذا على طريقه المطاعم. معني يمكن اتصال. الو السلام عليكم. قطع اتصال. طيب نكملوا يعني البايله ديالنا. البايله ديالنا يعني كنشدوا داك الاناء الغرق اللي غيدخل الفران كنلوح الزبده وشويه الزيت كنخليها كتذوب كنلوح هذاك داك الروز الروز ديجا كنكون كنشحرو فيها كنشحرو فيها كنشحر هذاك الروز وعندي داك المرق ديال السمك وعندي ناخذ ديك الكاسويله كيفاش صايبتها ولكن نخلي هذاك الكاسويله ما نخلي ما داك الماء ديالو ما نخليه شويه كثير كندير التوابل ديالي العادي باش نخليو وجه ديال الروز فين يطيب ضروري خصو المرق يعني نديرو التوابل ديالنا العادي التوابل ديالنا المغربيه غنخلينا في التوابل معنا مكالمه ايوا الو صباح الخير.
الو صباح الخير. صباح النور لالا، مرحبا. رحبتك جنى، قولي عرفتي باغا نسول الشيف. مرحبا. لي لازان بلاصوص بلونش. افيك لي بواسون. الله الله الله. لي لازان بالصلصه البيضاء وبالفواكه البحر، ممكن فواكه البحر ممكن بسمك، ممكن اللي بغيت. بسمك اللي بغيت. ان شاء الله. افيك صوص بلونش. ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا. كتفكر ديريها للغدا اليوم؟ ان شاء الله. مقديه الحوت بعدا عندك في الدار؟ كاين كلشي ايوا بالصحة والراحة ان شاء الله. شاف غادي يعاونك الطريقة ديال ليزان. غادي ناخذ مكالمة أخرى إذا كان ممكن. ألو صباح الخير. قطع الاتصال. طيب شفتي اليوم طلبات بزاف على السمك. نعم يلا نكملوا الطايلة ديالنا. نكملوا الطايلة ديالنا. ديجا كنا صايبين التوابل، بقينا في العطرية في التوابل يعني كنزيد التوابل ديالي العادية، ملحة، بزار، الكركومة، نزيد شوية ديال التحميرة، كنزيد شوية ديال الخرقوم العادي داك سميتو غير شوية من الملوين. كندير داك الماء ديالي ديال الكاسويلة كنحطو كنلوحو فيها، كنلوح الكروفيت، كنلوح سميتو كنلوح ماشي الكروفيت، كنلوح الكالامار وداك داك البولب، كنخلي كنديه ونجيبو شوية يعني، وكنلوح هذاك الماء عاود ثاني، هذاك الماء ديال الكاسويلة ولا المرقة ديال الدجاج ديال السمك، وكنخليه كيطلع الغلية شوية. من اون فوا كيبدا كيطلع الغلية كنبدا نبلاصي الحوت. الحوت من الفوق، داك الحوت الابيض، كنلوح الكروفات، نلوح مثلا الفلفله الخضراء، الفلفله الحمراء، كذا كا دي كولور، الطريفات ديال الحامض، ماشي الطريفات ديال الحامض، الطريفات المهم يعني ديال المهم قلنا ديال البافرون ديال الفلفله وكذا. ممكن ندخلوا خضار يعني، نقدر ندير الخضار، نقدر ندير مثلا اللوبيا الخضراء، نقدر ندير الجلبانه الخضراء، خيزو شويه طريفات، طريفات خيزو صغيره، نقدر مثلا نقدر نوع نعم، وفلفله بالالوان ممكن كذا، فلفله بالالوان وكذا يعني. من بعد كنزيد نحط الكروفات من الفوق، كنبلاصي عاوتاني الكروفات مصينين يعني بالقشور ديالهم وكذا، مع داك السمك، مع الحوت الابيض وكذا، كنزيد شويه ديال المرق باش نخلي فين داك الروز ديالي فين غيطيب، وكنغطيه بابي الومنيوم، نغطيه بابي الومنيوم وندخلو الفران، خليه يطيب، خليه واحد ربع ساعة ولا ما كاملاش، المهم ربع ساعة، ربع ساعة ولا كاع ثلث ساعة، يعني انت نحس بالروز ديالي راه طاب. الروز راه دغيا تيطيب، دغيا كيطيب، السمك كذلك راه دغيا كيطيب، مازال دخلنا شوية ديال الدجاج يقدر ياخذ شوية أكثر. احنا دخلنا لا درناها ميكس. هذه بحرية، هذه احنا اليوم خاص غير بالحوت، خلينا حوت يعني. من بعد ملي كنخرجها، ملي كنخرجها سميتو كنحيد داك البابي الومنيوم، كنشوف بان واش خاصه ولا ما خاصهاش، كندوق واش هو هذاك سميتو كذا، وانا نديكوريها بالحامض، الحامض ومن الفوق بالقزبر ومعدنوس ولا شويه الخضوره اللي عندنا، الخضوره من الفوق صافي وبالصحه والراحه. وها بايله بالصحه والراحه الطريقه ديالنا المغربيه وما بين الاسبانيه. يعطيك الصحه شيف. غادي نمشيو ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا اختي صباح الخير. الله يبارك فيك يا حبيبه، احنا كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، واش كنشكروا الشيف. مرحبا مرحبا لالا، احنا معكم، مرحبا بك. الله يخليك، انا كتسنت في الحصه اللي دازت وسمعت النساء كيهضروا، انا فاتني ديك الحلقه ديال المكرون، الله يخليك اللي يقدر يعاودها لي، وكتعجب الدراري بزاف. لا اله الا الله، شاف غمض عينيه. سمعتهم كيهضروا كيقولوا اللي فاحت لي واللي هذا، وتشوقت نعرف تشوقتي تعرف الطريقه والمقادير. الله يجازيكم بخير. اجي قولي وانت دابا مشهياش تاك الحوت اليوم، حد دايرين خاص بالحوت. يلا هدرتو غير البارح. يلا درتي البارح، حنا ما خلينا سافرنا في ايطاليا وطلعنا في اسبانيا. ملي كيدخل الحال ما تنشبعوش منه الصراحه. بالصحه والراحه، وان شاء الله تكوني قيتي معنا الوصفات اليوم وتجربيهم، لان فعلا رائعين. بارك الله فيك، يستاهلوا. وكنستافدوا منكم الكثير. مرحبا لالا، مرحبا بك، شكرا. احنا دائما راه الاشاره اللي يخطيك، شكرا جزيلا لك. طريقه لي ماكو نقولوها اليوم، ضروري نقولوها، نقولوها ما كاين مشكل. واخا ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو صباح الخير. الو الو صباح الخير. صباح الخير لالا. صباح النور، مرحبا. الله يخليك، كنشكركم بزاف على البرنامج. مرحبا بك يا لالا، وحنا اللي غنشرف سمعنا صوتك اليوم. يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. غير على الكونسيغ ديال التردين ما قيتش شحال سميتو شحال الوقت، لأن كنت تقولوا لي غير شحال الوقت هاد لا غوسيتي دازت في الاخر. يعني الطريقة الأخرى ديال البايلا؟ لا لا، داك سميتو الكونسيغ ديال التردين. حنا ما درناش اليوم. ما درناش التردين. ماشي هذا سميتو اللي دازت، السيدة اللي دازت قبل من هذا البرنامج.
يمكن المستمعه ماما ما حنا ما تكلمناش يمكن على السردين اليوم، ما تكلمناش على المصبر ديال السردين. ان شاء الله اذا كان طلبات ديال المستمعين ممكن نقدروا نديروها الطريقه هذيك، كيفاش السردين نرقدوا؟ ممكن ممكن حنا غادي نعطيو الطريقه ديال اللازان، ممكن نجاوبوا المستمع اللي كتسنى الغداء اليوم، ما بقاش الوقت عندها 11 الا 4 ديال الله تقضي الغرض. شنو تقدر دير؟ بسم الله. قلنا الطريقه ديال لازان، الطريقه ديال لازان بغيتها بصلصه بيضاء وبغيتها كناخذوا الورقه ديال لازان. إيه؟ ديجا كنشدو كنسلقوها ياك، ملي كنسلقوها قلنا نسلقوها في الماء سخون في شويه الملح في شويه الزيت. وطريقه السرق راه ماشي بحال لي بات، ماذا بينا تورينا الطريقه كذا. الطريقه الطريقه إيه؟ يعني عندي واحد الاناء كبير فيه الماء سخون مزيان، في شويه الزيت زيت علاش باش ما تلصقش. والطريقه ديال السلق ديال اللازان راه كندير بالمجموعه بالمجموعه. يعني راه ما كنديرهاش دفعه واحده بحال لي بات ولا بحال السباغيتي ولا بحال لا حيت كندير جوج وريقات بجوريقات على حسب الاناء اللي عندي. ثلاثه الوريقات اربعه الوريقات الا كان اناء كبير كنبقى كنخليها في ثلاثه دقائق او اربع دقائق كتعوف ذاك الماء الغليان كتولي مولي كنهزها غير تترطب ماشي تلقراص. كنهزها كنديرها في المبارد كنديرها في المبارد يعني كنمش كنستوبي لا كويسون ديالها. من بعد ملي كندير المبارد كنحطها كتسقطها. هذه هي التقنيه ديال سلق لي لازان، الطريقه باش ما تحلكش في يدك وباش ما تقطعش. انا بزاف ديال العيالات كيخليوها تسلق شويه يعني كتهزها كتقطع عليها في سميتو في الاناء نيت باقا سخونه وكتقطع اللهم يعني نخليها ثلاثه ديال الدقائق كتكون باقا شاده في راسها. سميتو علاش؟ لان اللازان ملي كنسلق راه غتعاود غطي في لاصوص غطيب نحطها في زويف منديل يكون عندي نقي، نحطها في منديل نقي ولا المهم اغلب نحطها في منديل نقي باش يلاه تشرب داك الماء ونشرب سميتو. الطريقه ديال سميتو اللي فخوي دماغ كنشوف كنكون فخوي دماغ ولا الحوت كنسلقو عادي كنسلقو في المرق ديال السمك. المرق ديال السمك كنشدو كنصوب واحد لوغو كنزيد لاكريم فريش. داك لوغو ملي كنزيد عليه داك الفيمي ديال البواسون كنسميه الفولوتي مثلا بحال شكل البيشامي انا الطريقه. عندنا المرق ديال السمك، مرق سمك. عندنا لوغو، عندنا الزبده والدقيق، الزبده والدقيق بحال غنديرو بيشاميل. راه هي اصلا طريقه ديال البيشاميل. في عود الحليب كندير داك المرق ديال السمك. مي قدر تقريبا شحال ديال الدقيق؟ مثلا حنا على حسب الخليط، على حسب الخليط ما نقدر نقدر نعطيك مثلا نصوب مثلا لوغو نديرو جوج معلقات ديال ما تكثرش نديرو مثلا معلقه كبيره ديال الدقيق مع معلقه كبيره ديال الزبده كنلوح الزبده كدوب كنلوح عليها هذيك المعلقه كبيره ديال الدقيق كنخلط كنحركها كنخليها كتجمع. ملي كتجمع خليها تبرد كندير الماء ديال الماء ديال سميتو الماء ديال شنو هو المرق ديال السمك كيسخن وكناخذ ذاك المقدار اللي غندير في اللازان كنهز بشويه يعني بشويه كنلوح في ذاك بشويه ديال اللوغو. اللوغو كتولي بحال العجينه طريف سميتو كنبدا نحرك كنشوف انا ذاك المرق ديالي كيبدا يعقد كنعطيه ذاك الكونسيستونس اللي بغيت انا. فهمت كنزيد نعقدو شي شويه علاش باش انا غيدخل الفران غادي يزيد وتكون ديما الخدمه على عافيه مهيله لان هاد بحال هاد الصوص كيكونوا حساسين غير تيتحرك. العافيه مهيله بزاف فهمتيني وحنا ما نوقفوش على التحرك حتى كتبان ديك لاصوص بدات كتعقد بدات كتولي بحال شكل البيشاميل. كنخليها شويه كطيب واحد ربع ساعه. من بعد كنحيدها كندير كنسلق الحوت ياك كنسلق الحوت مزيان كنسلقو كنسلق الكروفيز سلق الكالامار سلق كذا كندير الورقه ديال سميتو ديال اللازان ديال اللازان كنحطها في الغافي اللي غيدخل الفران كنحط الورقه ديال اللازان كنحط داك الكروفيز داك الحشوه ديالي ديال السمك كندير هذاك ديك لاصوص اللي صوبنا سميتو كندير بالنسبه للسمك يكون غير مسلوق ما ندخلو عليه حتى شي حاجه اخرى. لا غير مسلوق ولكن يكون مسلوق وعنده كنزيد نشرملو فهمتي يعني كنزيد نعطيه شويه ديال التوابل نعطيه شويه ديال عصير الحامض نزيدو مثلا الاعشاب كذا ماشي غادي نسلقو غير هكا غنزيد فيه شويه المقادير يعني شويه ومن بعد تشحرو مثلا دوزو في واحد شويه ديال الزبيده وتدير المقادير هادو التوابل غير شويه ولا ما نشحروش غير نزيد هذاك التوابل كذا نشرملو ونخليه يعني كنهز ذاك المقدار ديالي اللي غنحطو في الغافي كنزيد كنلوشطخيه بهذاك نسقيه بهذاك لاصوص كنعاود نزيد الورقه كنعاود ندير الحشوه ديالي عاوتاني كنزيد عاوتاني نسقيه بلاصوص
كندير الحشوة، كندير الورقة الثالثة فهمتي، كندير الورقة الثالثة كندير عليها الفخوماج وكندير نسخي بلاصوص وندخلها للفران وندخلها للفران. ولي لازان راه تحمق لها الأطفال خلاص. نعم. ومع الطيبة ديال الفواكه البحر ولا البحر ومع الفرماج نقدر ندير الفرماج حتى في الحشوة مع الحشوة هذيك ممكن ندير الفرماج نيت باش سميتو. ما بقناش بزاف ديال الوقت شاف، يمكن المكرون نخليوها حتى الحلقة خاصة باش نشرحوها لها مزيان إن شاء الله. ولكن ندوزو للصول ديال المطاعم، ما بقاش بزاف الوقت انت شحال بقى للاسف ياك البحر شنخرج سالينا شحال عليك محامين شحال عليك محامين قال لك صافي شهيتينا قتلتينا اليوم بارك علينا من فواكه البحر بارك علينا اليوم من هذه الاطباق ان شاء الله. يعطيك الصحه وشكرا جزيلا لك. فعلا كانت حلقه اليوم غنيه كانت عالميه بغينا نقولوا بين قوسين، لان فعلا حنا تسرينا مشينا لايطاليا مشينا لاسبانيا، عطينا اطباق تقليديه جديده بطريقه ديال الشيف بن صبر. اجي نشاركوا الطعام كل يوم اثنين اربعاء على امواج اذاعتكم ام اف ام من 10 ديال الصباح حتى 11 ديال الصباح. بالصحه والراحه للجميع. المزيد من التواصل ممكن بعد رساله قصيره اسكا فاتكم اي حاجه من هذه المقادير غادي تلقاوها صفحتنا الرئيسيه ديال اذاعتكم ام اف ام، او ممكن كذلك تواصلوا معنا عن طريق الاس ام اس ما فهمتوش الطريقه او عندكم بعض الاسئله. اسكا 5054. اجي نشاركوا الطعام مع شاف بن صبر. شاف يعطيك الصحه شكرا جزيلا. غادي نمشيو فاصل قصير ومن بعد دائما فقرتنا لازالت مستمره.